ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. اهلا بيك في اول حلقه من سلسله الكومبليتو. كورس الكومبليتو هو كورس بيعلمك انجليزي من الصفر لحد الاحتراف، وكل ليفل او مستوى هيكون متقسم لخمس دروس، وكل درس بيتناول موضوع او توبيك معين من موضوعات الحياه اليوميه. والنهارده الحلقه الاولى في الليفل تي بي، وهو المستوى زيرو ما قبل ليفل 1. انا اسمي احمد حسن من ال دي اكاديمي، ويلا بينا نبدا. التايتل او العنوان بتاع الدرس بتاع النهارده هو نايس تو ميت يو. Nice to meet you، ودي جملة محترمة عشان تعبر عن انك انت مبسوط انك قابلت حد، وده في حالة طبعا انك انت قابلته لأول مرة. ف in this lesson، في الدرس ده، we're going to learn what to say when we meet people. يعني في اللسن ده هنتعلم ايه اللي احنا المفروض نقوله لما نقابل الناس. فأول حاجة هنبدأ بيها هي الفوكابيولاري او الكلمات. ادي لك وقت عشان تعرف تنطق الكلمات ورايا. يلا جاهز؟ name name name، زي ما تقول لحد مثلا what's your name، what's your name يعني اسمك ايه، what's your name. نفس الكلام كلمة what موجودة في نفس الكويستشن اللي هو what's your name. لو بتسأل بقى حد عن مكان هتقول له where، ودي معناها اين. فممكن تقول مثلا where are you from، where are you from، where are you from يعني انت منين، where are you from. hello ودي بتقولها لما بتقابل حد، بتقول له hello ازيك. ممكن تقول له hey او برضو ممكن تقول له hi. لو بتقابل حد الصبح هتقول له good morning. لو قابلته بعد الظهر هتقول له good afternoon. اما بقى لو قابلته بالليل هتقول له good evening. nice زي nice to meet you. Nice to meet you. Phone number. ودي معناها رقم التليفون. بتسأل حد بتقول له What's your phone number؟ يعني ايه هو رقم التليفون بتاعه؟ ففي الحالة دي هيجاوب هيقول It's، وبعدين هيقول رقم التليفون بتاعه. It's وبعدين رقم التليفون. نفس الحكاية بالنسبة لكلمة meet زي nice to meet you. meet معناها انك تقابل حد. nice to meet you يعني مبسوط ان انا قابلتك. first name ودي معناها الاسم الاول اللي هو اول اسم بالنسبة لك. فانا مثلا اسمي احمد حسن، فmy first name is احمد. So لما تسأل حد وتقول له اسمك الأولاني إيه، هتقول له What's your first name. في حاجة بقى اسمها Middle initial، ده الاسم الأوسط اللي هو الاسم الوسط بتاعه. يعني أنا مثلا اسمي أحمد حسن عبد الوهاب، فالmiddle initial بتاعي هو حسن، والfirst name بتاعي هو أحمد، اللاست name هو عبد الوهاب. فلما حد يسألني عن الفيرست نيم هيقول لي What's your first name؟ لو عايز يسألني عن الميدل انيشال بتاعي هيقول لي What's your middle initial؟ لو عايز يسألني عن اللاست نيم هيقول لي What's your last name؟ Country معناها البلد. طبعا انت ممكن تسأل حد وتقول له What's your country؟ بس ده مش المتعارف عليه. المتعارف عليه انك لما بتسأل حد عن البلد بتاعته بتقول له Where are you from؟ بس ممكن تسأله عن الكونتري اللي هي البلد. كذلك كلمة city معناها مدينة، زي مثلا October. ممكن حد يقول I live in October city، يعني انا عايش في مدينة October. State ودي معناها ولاية، إن حد عايش في ولاية معينة.
زي مثلا the United States اللي هي الولايات المتحدة. لما بتيجي بقى تسيب حد بالليل عشان تقوله تصبح على خير هتقول له good night good night good night. أما لو أنت بتسلم عليه عشان تسيبه وتمشي بتقول له goodbye goodbye goodbye. لو عايز تشكر حد بتقول له thanks thanks thanks. وممكن تقول له thank you thank you thank you. street number street number street number. ودي معناها رقم الشارع. يعني مثلا عايز تسأل حد عن رقم الشارع بتاعه هتقول له what's your street number what's your street number. يعني ايه هو رقم الشارع بتاعك؟ فيقول لك it's 200. نفس الكلام it's 200 معناها مثلا ان رقم الشارع بتاعي هو 200. area code area code area code. والاريا كود هو الكود بتاع البلد اللي بيتحط قبل رقم التليفون. فمثلا احنا في مصر الاريا كود بتاعنا هو 002. بيختلف بقى الاريا كود من بلد لبلد تانية. في حاجة تانية اسمها زيب كود زيب كود. وده الرقم البريدي اللي يستخدم علشان نبعت مراسلات للناس في الاماكن بتاعتهم. والرقم البريدي او الزيب كود برضو بيختلف من بلد او من مدينة لمدينة تانية. فعشان تسأل عن الاريا كود او الزيب كود هتقول what's your area code what's زي كلمة what's your name. هتقول what's your area code او هتقول what's your zip code لو انت عايز تسأل عن الزيب كود بتاعه. نفس الحكاية what's your email address what's your email address. email address معناها العنوان بتاع البريد الإلكتروني بتاعك الإيميل بتاعك. What's your email address؟ هتقول it's وبعدين الإيميل بتاعك it's كذا كذا كذا. في فرق بين الإيميل address وaddress. address معناها العنوان بتاعك. ممكن تسأل حد تقول له What's your address؟ What's your address؟ يعني إيه هو عنوانك؟ ما هو عنوانك؟ نفس الحكاية ممكن تسأل عن الـ date of birth عنوان أو تاريخ الميلاد. What's your date of birth? Date of birth. What's your date of birth? يعني عيد ميلادك إمتى أو ما هو تاريخ ميلادك. طبعا احنا هنعمل درس منفصل عشان نتكلم فيه عن النمبرز وعن إزاي تتكلم عن عيد ميلادك أو تسأل حد عن عيد ميلاده. المهم بس تعرف دلوقتي إن date of birth معناها هو تاريخ الميلاد. في حاجة تانية اسمها apartment number apartment number apartment number. ودي معناها رقم العقار اللي انت ساكن فيه او رقم الشقة اللي انت ساكن فيها. كلمة apartment معناها شقة. فلو انت حد سألك قالك what's your apartment number وعايز تجاوب عليه هتقول له it's مثلا 200. لو رقم الشقة بتاعتك 200 او 200 هتقول له it's 200. لو هي مثلا 5 هتقول it's 5 وهكذا. في حاجة زي ما في حاجة اسمها date of birth التاريخ بتاع الميلاد. في حاجة اسمها place of birth place of birth place of birth. ودي معناها مكان الميلاد. ممكن برضو تسأل حد وتقول له what's your place of birth what's your place of birth. يعني ما هو مكان ميلادك. surname surname. طبعا انت بتسألني عن social security number بس دي حاجة مش مهمة قوي. فهندخل على surname 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 معناها اللقب بتاعك. لو انت ليك لقب ممكن حد يسألك ويقولك what's your surname what's your surname معناها ما هو لقبك. وكلمة to 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 دي معناها أيضا زي ما بتقول nice to meet you too nice to meet you too معناها وأنا أيضا مبسوط إن أنا قابلتك. دلوقتي هنعمل conversation أو محادثة مع بعض. هيبقى شخصين بيتكلموا قصاد بعض. أنا الشخص الأولاني وأنت الشخص الثاني. المحادثة اللي احنا بنعملها دلوقتي هتظهر قدامك على الشاشة. عايزك تحاول تعبر عن الكلمات اللي انت بتقولها مش مجرد انك بتقرأ وخلاص. عايزك تعمل زي ما أنا بعمل بالضبط. حاول على قد ما تقدر تعمل زي ما أنا بعمل. جاهز؟ يلا بينا. Hi, I am Ali. And you?
I am 18 and you? It's Muhammad. What's your last name? Well, I'm from Egypt. And you? What's your phone number? It's 010-6607-1852. Oh, nice to meet you too. Bye. عايزك بقى تعيد الكونفرسيشن دي اكتر من مره لحد ما تبقى قادر تعملها بنفس الطريقه او بطريقه قريبه من اللي انا عملتها بيها، وعايزك تدرب عليها كتير جدا عشان لو اتحطيت في موقف شبه ده تقدر بعد كده تتكلم وتعمل محادثه مع شخص ما في الموضوع ده. دلوقتي انا هعمل ستوري صغيره او قصه صغيره هتكلم فيها عن نفسي، وعايزك انت كمان بعد ما تسمع الستوري دي وتفهم كل حاجه فيها تحاول تعمل ستوري شبهها، هتشيل منها المعلومات الاساسيه وتحاول تعمل معلومات او تتكلم عن معلومات عن حياتك انت. يلا بينا نبدا. My name is Mustafa. I am 22. I live in Alex. My favorite food is chicken with rice. My favorite color is white. My last name is Ibrahim. Nice to meet you. يلا دورك انت بقى انك انت تحاول تشيل المعلومات الاساسيه من الستوري دي وتحاول تحط معلوماتك انت وتعمل ستوري بنفس الطريقه اللي انا عملتها. دلوقتي جه الوقت لجرعه جرامر بسيطه جدا علشان نتاكد ان انت بتعرف تكون سؤال مظبوط واجابه مظبوطه في التوبيك او الموضوع ده. لما بتيجي تسال حد عن اسمه بتقول له what is your name، what's اللي هي what is، what's your name. طيب لو انا بسال الشخص ده عن اسمه هقول له what's your name، فهيقول لي My name is علي مثلا. My name is علي. طب نتخيل بقى ان انا بسأل نفس الشخص ده بس مش عن اسمه هو، انا بسأله عن اسم ولد او شخص مذكر تاني. في الحالة دي هسأله واقول What is his، فاقول What's his، What's his name. او لو انا عايز اسأل عن الفيرست نيم بتاعه اقول What's his first name، What's his first name. وعشان اجاوب الكويشن ده هقول his name او his first name is، his first name is محمد مثلا. طب لو بسأل بقى الشخص ده هو بس بسأله عن بنت مؤنثة، فهقول what's her name او what's her first name. في الحالة دي عشان يجاوب هيقول her first name is Sarah، her first name is Sarah، وهكذا. طيب لو انا بسأل بقى شخص عن اشخاص كتير او عن اسماء اشخاص كتير، هقول what is او هقول what's؟ اكيد لا، برافو عليك، هقول what are عشان انا بسأل عن plural او عن جمع، فاقول what are there عشان there هي اللي بتستخدم عشان نسأل عن اشخاص كتير. what are their names، what are their names، what are their names يعني اسمائهم ايه. فهيقول لك عشان يجاوب على السؤال ده هيقول their names أو their first name or their last names بالشكل ده، their last names are، وبعدين أسميهم بقى فلان and فلان and فلان and فلان وهكذا. لما أجي بسأل بقى عن ال place أو المكان بستخدم where زي ما احنا اتفقنا. ففي two options أو اختيارين، إن أنا أقول where is عشان أسأل عن مكان شخص واحد، أقول where is he from، ده لو بسأل شخص عن أشخاص تانية أو عن شخص ولد مذكر تاني، فأقول له where is he from، فعشان يجاوب هيقول لي he is from مثلا Egypt، he is from Egypt بالشكل ده. أما بقى لو بسأله عن بنت فأقول where is she from، where is she from، فأقول أو هيجاوب هيقول she is from مثلا Jordan يعني هي من الأردن أو أيا كانت البلد اللي هي منها. لما بقابل شخص بقى بقول له nice to meet you، nice to meet you، هو بيجاوب عليا او بيرد عليا بيقول لي nice to meet you too، nice to meet you too. لما باجي بقى بقابل حد او بسلم على حد بقول له goodbye،
جود باي، وهو برضو بيرد عليا يقول لي جود باي، او لو انا رديت عليه قلت له جود نايت هيرد عليا ويقول جود نايت. اخر حاجه معانا في الليسون بتاعنا هي الكووت، والكووت ده هو عباره عن قول ماثور او حاجه بتحفزنا علشان نتعلم حاجه جديده او نتعلم فاليو او قيمه معينه بجانب ان احنا بنتعلم انجليزي. والكووت بتاع النهارده بيقول لك life is too short so don't waste it. life is too short so don't waste it. يعني الحياة life اللي هي الحياة، life is too short يعني الحياة قصيرة قوي، so waste معناها انك انت تضيع شيء معين او ترميه، so don't waste it. don't معناها ما تعملش كده، don't waste it معناها ما تضيعهاش. life is too short so don't waste it. وبس، وكده يكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى أكون استفدت من الليسون الأولاني، وتابعنا بقى إن شاء الله علشان تشوف بقية الليسونز في كورس الكمبليتو المقدم من LD Academy. أنا اسمي أحمد حسن، وعارف إن أساعدك تتعلم إنجليزي خطوة بخطوة من الصفر.